وزور ابن الزرزور، بحكي لكم حكاية كلنا فيها بندور. نزور أبطال غيروا نظرة الكون، نسمي بالله ونبدي قصتنا أنا وإنت وكل حبايبنا. كان يا ما كان في قديم الزمان، أنتوا بتسمعون قصص فرح. أهلاً أهلاً أطفالي الحلوين، صباح الخير، شخباركم؟ شو مسوين؟ صباحكم يوم الثلاثاء الجميل، ثالث يوم بالأسبوع، يوم جميل وهواء بارد. نتدفى يا أطفالي الحلوين، نلبس الجاكتس ونحط الكبوس والكلفز، نلبس الدلاقات الطويلة علشان نتدفى من البرد. أطفالي الحلوين، اليوم راح نتكلم عن كلمة شكراً. دايماً نقولوا يا أطفالي الحلوين، خلونا إحنا نقول حق أهلنا وحق أصدقائنا وحق رب العالمين شكراً على الصحة والعافية والأمان. خلونا نقول حق ماما شكراً على تعبك إنك قاعدة تسهرين وترسينا وتحلين معنا الواجبات، وخنقول شكراً حق البابا إنه قاعد يتعب ويروح الشغل ويوفر لنا اللي إحنا نبيه كله من ألعاب، وخنقول شكرا حق اخواننا وخواتنا اللي يلعبون معنا واصدقائنا اللي دايما واقفين معنا. وخلونا نقول دايما شكرا حق اي احد يساعدنا. تدرون يا اطفال الحلوين ان كلمة شكرا تخلي الانسان يستانس، ورب العالمين يحب يسمع منكم كلمة شكرا، لان كل ما قلتوا شكرا اشياء حلوة وزينة راح تصير. فخلوني يا أطفالي الحلوين الحين بالسيارة نلف وعينا على ماما ولا بابا ولا أي أحد قاعد معنا، وقولوا له بصوت عالي شكرا إنكم أنتوا في حياتنا. عافية على أطفالي الحلوين. أطفالي الحلوين، خلونا ندعي حق ديرتنا الكويت ونقول يا رب ديم علينا الأمن والأمان. وأنا أبي أقول شكرا يا أطفالي الحلوين إنكم كل يوم الصبح تتصلون علي وتخلوني أضحك وأستانس معاكم. وخلونا ندعي حق أهلنا وأطفالنا في فلسطين ونقول يا رب فرج عليهم يا رب العالمين. أطفالي الحلوين، لا تنسون اليوم بعد راح نقول نشيد الوطني ونغني مع بعض كل ما جيتوا بتتصلون علي. وسؤال اليوم يقول أطفالي الحلوين، إذا كان عندكم محل وهذا المحل راح تبيعون فيه أشياء، شنو الأشياء اللي راح تبيعونها؟ شنو راح تسمون المحل؟ بتسوونه محل ألعاب ولا محل أكل ولا محل أدوات طبخ؟ كلموني على 22-20-90-4 أسمع أجوبتكم العجيبة. معلومات علمية. تدرون إن في تاريخ 26 فبراير تحتفل دولة الكويت كل عام بذكرى تحرير من غزو العراقي الغاشم، ونسمي هذا اليوم بعيد التحرير. قصص فرح، معلومات علمية. حلات المعلومة العلمية الجميلة من صديقنا زيد البطل، شكرا زيد على المعلومة الجميلة الحلوة اللي قلت لنا إياها. أطفالي الحلوين، سؤال اليوم يقول شنو راح تبيعون إذا كان عندكم محل؟ شنو راح تسمونه؟ وشنو راح تبيعون فيه؟ أكل، ألعاب، أدوات طبخ؟ كلموني على 22-20-90-4 ونقول صباح الخير. أهلا أهلا، من معاي؟ اهلا وسهلا بعيالي الحلوين. يلا قولوا لي. قول نعم. هي قلتي لي ان اليوم عيد ميلادك، صح ولا لا؟ صح. زين نطريني خلينا نشوف وين اغنية الهابي بيرثدي، نطلعها ونغني لك. يلا مستعدة؟ يلا 1-2-3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay! حلوة بالسورة. بالسورة كم صار عمرك؟ الله العمر كله حياتي، انتي بصحة وعافية يا رب، انتي واصدقائك واهلك كلهم. قولي لي بشورة، بما ان اليوم عيد ميلادك، شنو المحل اللي راح تفتحينه؟ ستيتش. ستيتش؟ وتبيعين كله ستيتش؟ اي.
سلام. ورابعة الحلوة رحشي أنا. الله يا سلام. وسعود البطل بقيات. يا سلام، كم تبيعهم سعود؟ 10. والله زين رخيص، أنا يشتري منك أي البقي بعشرة. زين؟ أوكي؟ عياتي أنت أطفالي الحلوين رايحين لسكول؟ عافية على عيالي الحلوين، درب السلامة، حافظكم الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح الخير. منو معاي؟ بدر. أهلا بدر. بدر قولي، إذا كان عندك محل شنو راح تبيع فيه؟ أول شيء قبل ما جنبت المعل أول شيء مو مخلق شنو؟ مطعم. مطعم، يا سلام. شنو راح تسوي بالمطعم؟ شو تبيع؟ المطعم راح أول شيء راح أقول لك شنو أسميه، عشان الاسم اللي أسميه يطلع على شنو اللي بقى. زين. مو برؤية أنا ويجد فيه. يا سلام، وشو الطبخات؟ أول شيء اسمه بعد شوية صوتك على التليفون عشان أسمعها عدل. اسمه الحل. يا شنو شنو؟ راح أقول اسم المحل. يلا اسم المحل قولي. مالح حلو. مالح، يا سلام، شنو هالاسم العجيب، مالح حلو. وراح تبيع مالح وحلو فيه؟ يعني ايه وكيك. خلاص عيل، اول طبق تسوي تعزمني عليه، افتتاح اصير افتتاح. اوكي ابطلع. نعم. يلا اكلم اخوك حبيبي انت. سلام سلام يا روحي انت. قصروا على الراد وعدل عدل 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 حيل كلش قصروا عليه. سلام طفين. يلا وكلمني في تليفون، قول لي انت شنو المحل اللي راح تفتحه؟ راح افتح محل. محل شنو؟ سيايير. يا سلام، تحب السيايير؟ لامبورجيني. ايه. كم تبيع بكم تبيع اللامبورجيني؟ وباص. ايه وباص. وكل هذا راح تبيعهم في محلك؟ ايه. عفي على ولدي البطل حبيبي الشاطر، درب السلامة، حافظكم الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ ليال. اهلا وسهلا، قولي لي اذا كان عندك محل شو راح تبيعين فيه؟ اكل ماكدونالدز. اكل ماكدونالدز. تعبين الفاست فود؟ البرجرز؟ يا سلام عليك يا حلوة يا أمورة. قولي لي رايحة المدرسة؟ شطورة حلوة وأمورة، درب السلامة، حافظة الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ صادق جميلة وعلي. أهلا وسهلا بعيالي، قولولي إذا كان عندكم محل شنو راح تسوون؟ أبلش بصادق؟ يلا صادق قولي شنو المحل؟ راح تبيع فيه انواع بلاي ستيشن وفي ار واكس بوكس. يا سلام. وكتب. او الله حلو، يعني اللي يبي يلعب يلعب واللي يبي يقرا يقرا. انا حبيت محلك وايد. ورابعة الحلوة وجميلة، قصدي جميلة الجميلة. فواكه. فواكه، الله. وتسوينهم كذي على اشكال وتقصقصينهم وتسوينهم كشخة؟ ايه. يا سلام وعلاوي البطل، شنو راح يكون محلك؟ محل العاب؟ العاب بلاي فايف. علاتك والله انت، علاتك حلاو حلاو وحلاو. بلاي فايف. يا سلام عليك والله حلاتكم. رايحين المدرسة؟ ايه. عفي على عيالي الحلوين، حافظكم الرحمن، درب السلامة، ونقول صباح الخير. الو صباح النور. منو معاي؟ جوج. اهلا وسهلا، قولي لي شنو راح تبيعين اذا كان عندك محل؟
هوت شوكليت وكب كيك. الله اي أيوة والله خوش فكرة حق البرد الحين ندفى بالهوت شوكليت رايح المدرسة. عفي على بنتي الحلوة الأمورة. رابط حزام الأمان؟ لا لا نربط حزام الأمان. حلوة بنتي الشاطرة. ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ مريم يوسف. أهلا مريم يوسف. مريم يوسف إذا كان عندك محل شنو راح تبيعين فيه؟ ألعاب. ألعاب. الله كل ألعاب بنات ولا صبيان ولا ميكس؟ ميكس. يا حلاتك والله. رايحة المدرسة؟ إيه. شاطرة بنتي الحلوة الأمورة. تغنين معاي النشيد الوطني؟ إيه. يلا نغني مع بعض. 1 2 3 وطني الكويت الامتلئ المجد وعلى جبينك طالع أستاذي. وطني الكويت شاطرة. الله يا حلاتك وحلات السلام الوطني. انت تسمي محلي الفرح. يا قلبي والله يا حلاتك. خلاص انا راح اقعد في محلك كل يوم وابيع معك. اوكي أوكي. يا قلبي انتي I love you. درب السلامة يا روحي انتي. أطفالي الحلوين سؤال اليوم يقول شنو المحل اللي راح تسوونه وشنو راح تبيعون فيه؟ كلموني على 22 20 90 4 أسمع أجوبتكم العجيبة. أبطال الوطن. الشهيد خالد أحمد محمد عباس كان الشهيد ضمن مجموعة المسيلة وهي أحد مجموعات المقاومة الكويتية المسلحة اللي قامت بأعمال بطولية ضد العدو. تدرون يا أطفالي الحلوين إن الشهيد كان قوي وشجاع رفع علم الكويت بدون خوف على سطح أحد المنازل في منطقة القرين. وتدرون إن أهو كان منضم لخلية المقاومة اللي هي مجموعة المسيلة اللي دافعوا عن ديرتنا الكويت وما رضوا بالظلم فيها. وفي تاريخ 25/2/1991 استشهد الشهيد وهو يدافع عن ديرتنا. شهيدنا الغالي اسمه ما راح وموجود للحين بيننا بكل مكان ينذكر اسمه بالخير لأنه بعد رب العالمين شهدائنا هما سبب تحريرنا. لا تنسون أطفالي الحلوين بعد ما نخلص البرنامج نقرأ الفاتحة على روح شهدائنا الأبطال اللي دفعوا عن ديرتنا الكويت وأهم سبب إن الكويت حلوة وجميلة الحين مثل ما هي. أطفالي الحلوين سؤال اليوم يقول شنو المحل اللي راح تسوونه وشنو راح تبيعون فيه؟ ونقول صباح الخير. صباح النور. مين معاي؟ لين. أهلا لين. لين الحلوة قولي لي شنو المحل اللي عندك راح تبيعين فيه؟ راح ابيع شوكليت وانكا. الله انا بعد احب شوكليت ويلي وانكا. تبيعين الشوكليت اللي يطير فوق وبعدين لما اكله اطير انا بعد؟ ايه. يا سلام حلوه اموره. لين رايحه السكول؟ ايه. عفي على بنتي الحلوه الشطوره. درب السلامه حافظك الرحمن. ونقول صباح الخير. الو صباح النور. مين معاي؟ عبد الله. اهلا عبد الله. عبد الله شنو المحل اللي راح تفتحه وراح شو راح تبيع فيه؟ العاب. العاب. يا سلام اعلى العاب. بس حق صبيان ولا صبيان وبنات؟ صبيان وبنات. يا حلاتك والله. عبد الله رايح المدرسه؟ ايه. شاطر ولدي البطل حبيبي. درب السلامه حافظك الرحمن. ونقول صباح الخير. صباح النور. مين معاي؟ عايشة. ساعة الجمعة. والنعم والله بعايشة الحلوة. عايشة إذا كان عندك محل شنو راح تبيعين؟ مكياج. مكياج. يا سلام عليك. يا علي تحبين المكياج؟ إيه. تحرفين تحطين بروحك؟ لا كزغ والله يا عمري. أنت رايحة المدرسة؟ إيه. حالاتك وصلتي ولا الحين بالطريق؟ وصلت.
الحمد لله على السلامة يا روحي. انت يا حبيبتي حافظة الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ حصة. اهلا وسهلا حصة. حصة الحلوة، قولي لي اذا كان عندك محل شو راح تبيعين؟ ايس كريم. ايس كريم، الله انا احب الايس كريم، نشتري منك بالصيف وايد وايد، صح؟ صح ولا مو صح؟ صح. علاتك والله رايحه السكول؟ ايه. في على بنتي الحلوه درب السلامه حافظك الرحمن، ونقول صباح الخير. هلا بطرة. حلو عزوزي، شخبارك؟ زين؟ زين الحمد لله. قول لي اذا كان عندك محل عزوز شو راح تبيع فيه؟ قهوه. يا سلام. تسوي قهوه خاصه حق الاطفال؟ طبعا من حق الكبار. احب من حق الكبار. وميوره الحلوه الاموره مرقعنب. شنو مرقعنب؟ شنو بتسوين محل مطعم مرقعنب؟ الله يا حلاتك وحلات الورق عنب. خلاص عيل انا راح اي واشرب قهوه عند عزوز، وبعدين بي باكل عندك ورق عنب. اتفقنا؟ اتفقنا. حالاتكم انتوا رايحين المدرسة عيالي؟ ايه. عفية على عيالي الحلوين، حافظكم الرحمن يا قلبي انتوا، ونقول صباح الخير. صباح النور. مهنة معاي. بيه صباح يا روجة. اهلا وسهلا بعيالي الحلوين، قولوا لي شنو اذا كان عندكم محل بتبيعون فيه؟ نبلش بفيصل؟ ايه. يلا فيصل قولي شنو راح تبيع؟ ببيع برد. برد، يا سلام. واختك الجميلة؟ هاجر. شنو راح تبيعين؟ أحبيع لوحات فنية. لوحات، الله يا سلام، خوش محل. انتي ترسمينهم ولا تاخذين الناس يبون لوحاتهم عندك؟ أرسمهم. يا سلام على الفنانة الجميلة. عيل لما تفتحين محلك أنا أبيك أول شيء ترسميني وتبيعين رسمتي، اوكي؟ حالات تتعلم. واختكم اللي تغيرونه شنو؟ ابي فواكه وخضار. يا حالات تبيعين فواكه وخضار صحيه حلوه. عفية على عيال الحلوين. نبي نقول نشيد وطني. نبي تقول يا سلام، يلا نقول النشيد الوطني مع بعض. يلا 1 2 3 وطنك عفية على عيالي الحلوين. ما شاء الله انتو كذي تحيون العلم بالمدرسة؟ إيه. ما شاء الله عليكم. عفية على الشطار الحلوين اللي يرفعون اسم الكويت عالي. رايحين المدرسة عيالي؟ إيه. عفية عليكم. عفية على الشطار، درب السلامة حافظكم الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ فاطمة. أهلا فطومة. فاطمة قولي لي إذا كان عندك محل شنو راح تبيعين فيه؟ أحبي باستا. باستا، يا سلام. باستا اي لون؟ بيضة بينك ولا all kinds of pasta؟ بينك. يا سلام عليك، حلوة وأمورة. رايحة المدرسة؟ yes. عفية على بنتي الحلوة الشاطرة، درب السلامة حفظك الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح من معاي؟ فوز. أهلا فوز الحلوة. فوز قولي لي إذا كان عندك محل شو راح تبيعين فيه؟ راح على مرمي. يا سلام. وبعد باربي. الله يا حلات المحل هذا والله، حلوة وأمورة. رايحة المدرسة؟ ايه. عفية على بنتي الشاطرة الحلوة، درب السلامة حفظك الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح نور. منو معاي؟ نوال. اهلا نوال. نوال الحلوه، اذا عندك محل شنو راح تبيعين فيه؟ ميكي ماوس. ميكي ماوس، الله. بس ميكي ماوس بدون ميني ماوس ولا اثنينهم؟ ميكي ماوس وميني ماوس.
ميكي موس. بس ميكي موس حالات جدي. رايحة المدرسة؟ إيه. عفوا على بنتي رابطة حزام الأمان؟ إيه؟ لا لا لا. نربط حزام الأوان نوال، أوكي؟ شاطرة بنتي الحلوة الأمورة، درب السلامة حبة الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح النور. مين معاي؟ ياسمين. أهلا ياسمين الحلوة. ياسمين قولي لي، إذا كان عندك محل شنو راح تبيعين فيه؟ هذا تذاكر سفر. الله يا سلام، أحلى محل سمعته. وتبيعين تذاكر؟ أخذك معاي. يا حياتي والله بلاش أخذ مش تذاكر سفر وأروح معك. إيه؟ يا لا لا كشخة، ناطرة أنا محل تعسى. إيه وساهر صديقنا ما تأخذينه معنا، هو اللي شغل لنا الموسيقى والأغاني. أوكي. أوكي. لا درجة أولى. درجة أولى بعد. كسخة كسخة والله. أنا ناطرة محلك عيل. أوكي. حياتك والله حبيبتي الكريمة. قولي لي رايحة المدرسة ولا وصلتوا؟ وصلنا عند الباب. حبيبتي والله الحمد لله على السلامة، ندخل المدرسة بنشاط وحيوية. أوكي. أوكي. عفية على بنتي الشاطرة الحلوة حبيبتي، درب السلامة، ونقول صباح الخير. ألو صباح الخير. منو معاي؟ عمار. أهلا عباس. عباس شلونك؟ عمار. عمار عمار شلونك يا بطل؟ زين الحمد لله. عمار إذا عندك محل شنو راح تبيع؟ أحجار كريمة. أحجار، الله شنو هالكشخة، أحجار كريمة. عفية على ولدي، وتسويهم سلاسل وخواتم وتراتشي؟ يا سلام كشخة والله كشخة. عمار رايح المدرسة؟ إيه. عفية على ولدي ورابط حزام الأمان؟ إيه. شاطر ولدي البطل، I love you عمار، درب السلامة حبيبي، ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ ماريا. أهلا ماريا الحلوة. ماريا قولي لي، إذا كان عندك محل شنو راح تبيعين فيه؟ لوحات فنية. الله، ولوحات الفنية أنتي ترسمينهم ولا الناس يبونهم؟ أنا أرسمهم. يا سلام على الفنانة الجميلة حياتي. أنتي رايحة المدرسة؟ إيه. عفية على بنتي الحلوة الشطورة، درب السلامة حفظة الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح الخير. من معاي؟ نورة. أهلا نورة الحلوة. نورة قولي لي، إذا كان عندك محل شو راح تبيعين فيه؟ بيتزا. بيتزا، الله، all kinds of pizza. إيه. حتى البيتزا اللي عليها أناناس؟ لا لا. بس البيتزا العادية صح، مو اللي عليها فواكه. إيه. إيه حالاتك والله. رايحة المدرسة؟ وصلنا. وصلت وحمد الله على السلامة يا روحي. أنت يندش المدرسة بنشاط وحيوية. أوكي. أوكي. عفية على بنتي الشاطرة الحلوة حفظة الرحمن، ونقول صباح الخير. ألو، ونقول صباح الخير. صح. صباح النور. منو معاي؟ شنو اسمكم يا حلوين؟ ألو؟ ألو؟ إيه شنو اسمك يا حلوة؟ ولا شنو اسمك؟ جينان. جينان، أهلاً جينان الحلوة. جينان قولي لي، إذا كان عندك محل شنو راح تبيعين؟ ذهب. ذهب، الله كشخة والله، أنا أحب الذهب بعد. تبيعي لي رخيص ولا تبيعي لي غالي نفس الباجي؟ رخيص. يا حلاتك والله حبيبتي. أنت جينان رايحة المدرسة؟ إيه. عفية على بنتي. أبا فرح. نعم. أخوي بيكلمك. يلا بعد. أكلم أخوك. ألو. ألو. صباح الخير. منو معاي؟ أهلا أحمد. أحمد شنو المحل اللي راح تفتحه؟ ما أسمع صوتها. شنو؟ مستر بيس. وتجيب الشوكليت ماله والبرجرز وكل شيء؟ يقول دشاديش. دشاديش حبيبي والله دشاديش. يا حالاتك انت، وتبيع الدشاديش حق الصغار والكبار؟
يا سلام، عبي على عيالي الحلوين، درب السلامة، حافظكم الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح النور. مين معاي؟ عبد الله. أهلا عبد الله. عبد الله قول لي، إذا كان عندك محل شو راح تبيع فيه؟ صقر. صقر؟ إيه. يا سلام، تعرف لهم؟ إيه. كشخة والله ولدي البطل حبيبي، رايح المدرسة؟ إيه. عفية على ولدي الشاطر، حافظك الرحمن يا قلبي أنت، ونقول صباح الخير. Good morning. Good morning. Who is this? فاطمة. أهلا فطومة. فطومة، شنو المحل اللي راح تفتحينه؟ Cupcake store. الله، all kind of cupcakes. Yes, very nice. Going to school? Yes. عفية على بنتي الحلوة الشطورة. Have a nice day. ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ حمني فهد حواش الشيخ شيخة. أهلا وسهلا بحمني وجهد وشيخة. قول لي، إذا كان عندك محل حمني شنو راح تبيع فيه؟ طيارة. لا، أنا خلي ناس كل مكان. يا حالاتك والله، تركب كل الناس. وعواشة. أنا أبي أشوف طبيعة سبمنة كل. يا حالاتك أنتي وشيوخة. أشتغلتي جويلي. شنو؟ بلانو. أبي وتبيعي بلانو. يا حلاتكم والله، انتوا الاطفال الحلوين رايحين المدرسة؟ ايه. عفية على عيالي الحلوين، حافظكم الرحمن، وناخذ اخر اتصال اليوم ونقول صباح الخير. اخر اتصال. الو. انتي. الو. الو. صباح الخير. منو معاي؟ الو. الو. اي شنو اسمكم؟ الو. الو. زهراء. اهلا زهراء الحلوه. زهراء قولي لي، شنو المحل اللي راح تفتحينه؟ راح محل العاب. يا سلام، وكل الالعاب يكون فيه؟ لا. كشخه والله. زهراء رايحه المدرسه ولا وصلتي؟ رايحه المدرسه. رايحه المدرسه، شاطره. لابسه على الكويت ولا مو اليوم حفلتكم؟ مو اليوم حفلتنا. حفلتكم بعدين. إيه؟ حلوة شطورة زهراء. زهراء ندش المدرسة وإحنا مستانسين، أوكي زهراء؟ أوكي. حلوة أمورة، I love you زهراء، درب السلامة، حافظة الرحمن. وكذي يا أطفالي الحلوين، صار الوقت حتى أبلة فرح تروح المدرسة معاكم، وتذكروا يا أطفالي، أنتوا حلوين، أنتوا شطار، أنتوا مميزين، وأنتوا قدها. أحبكم وايد وايد، وأكلمكم باكر على خير.